بالله المكونات تبقى معانا دلوقتي على الشاشة حالا ونبدأ نشتغل مع بعض على طول. طيب انا هقوله كده زي ما احنا متعودين مع بعض، وكمان هما معانا على الشاشة ونزلوه، معانا صدور فراخ مخلية، ومعانا 2 مكعب من المرق، معانا جبنة مثلثات، معانا 3/4 كوب زيت، ومعانا ملح وفلفل اسود وبابريكا، وكمان معانا ايه تاني هيبقى معانا على الشاشة حالا، عدد 2 بيضة، ومعانا توم بودر وبصل بودر، ومعانا 5 معالق من الدقيق، وفلفل صحيح حصى. ليه ده بيتحط في النص؟ ولو عايزين نحط زيتون مخلي بنحط زي ما احنا عايزين. طيب الموضوع سهل وبسيط اهو عشان ست البيت ما تحسش ان في حاجه صعبه عليها، وكمان ولادك هيفرحوا جدا جدا ان انت عملت لهم حاجه زي كده في البيت. يعني انا اول واحده مش هبطل اعمل الوصفه دي طول الشتاء، لانها بتوفر عليا كتير جدا، وببقى ضامنه ان انا حاطه التوته في اللانش بوكس بتاعها حاجه تكون مضمونه وصحيه وحلوه. طيب هنعمل ايه؟ انا هلبس بس جلافز في ايدي، لو هلاقيه ولا مش هلاقيه، ممكن ما لاقوش. طيب بلاش جلافز، قبل ما يجيبولي نعمل ايه؟ ناخد المكونات بتاعتنا البسيطه دي، هناخد القطع الفراخ بتاعتنا اهو، ننزلها كده جوه المفرمة بتاعتنا او الكبة بتاعتنا. بسم الله اهو. اي سؤال بقى، اي استفسارات معانا على التليفون، هنبقى معاكم واحدة واحدة. لأي حد مش فاهم اي حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة هنجاوب عليكم. معانا الزيت هننزله اهو، كل حاجة بقى هننزلها في الكبة على طول، مش محتاجين نسلسل مثلا مكونات او حاجة قبل حاجة، لا كل حاجة هتتضرب مع بعض. البيض بتاعنا، وكمان الجبنة المثلثات. طيب تعالوا بقى بصوا بقى، انا حطيت ايه، معلقتين كبار من البابريكا، يعني حطيت 4 معالق من المعلقة الصغيرة دي هنا في الكبة وانا بكلم محمد. طب ليه؟ عشان هو ده اللي هيديني لون اللانشون الحلو التاني، لو حبيت اضيف تاني هضيف. تمام كده، يلا بينا. بسم الله يلا بينا. اهو شايفين اللون ده، انا مش عايزه اكتر منه، انا حطيت البابريكا عشان يديني اللون، ما حطيتش لون طعام، ما حطيتش اي حاجه صناعيه اضافيه عشان الحاجه تبقى 100% طبيعيه. طيب انا ايه اللي ما ضفتوش لسه؟ الدقيق، وانا استنيت لحد ما اخلط كل حاجه عشان ما يكتلش معايا وانا بضرب لسه الفراخ في الاول. يلا بينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الو يا موده، يا موده، يا مواد ارجعي كلمينا تاني يا قلبي، شكرا لاتصالك. يلا بينا نرجع للكبة تاني ونضرب كل الكلام ده مع بعضه. انا حطيت 3 معالق كبار، ودايما كده ظبطي مقدارك على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا شايفة ان لحد دلوقتي تمام، هشوف كده هضرب وهشوف برضو الدنيا هتبقى عاملة معايا ازاي. تعالوا نبص كده اهو، بصوا فكه شويه، هضيف المعلقتين اللي فاضلين، انا شايفه ان انا اضيفهم امان، مش هيضروني في حاجه، بالعكس هيعمل تماسك معايا في الوصفه، فهحطهم لان انا مش حاطه زي ما قلنا جيلاتين ولا اي حاجه. فهناخد المعلقتين اللي فاضلين وهنضرب ضربه كمان، ويبقى كده حطينا كل المكونات بتاعتنا اللي هتعملنا احلى لانشون في البيت، بيتي وسهل وسريع واقتصادي. يلا بينا. بسم الله. تمام. طب لو انا عايزه اخد نعوميه وطريقه حلوه زي الفراخ كده، بالنسبه للحمه باخد اللحمه بتاعتي قبلها وشين،
وبعد كده برجع اضيفها في وسط الحاجات دي واضربها كويس جدا عشان هي طبعا بتبقى خشنه شويه عن الفراخ. تمام، بصوا بقى انا بفرد اهو الاسترتش بتاعي في الارضيه عشان اعرف افرد عليه او احط فيه اللانشون بتاعي اللي انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى واحنا بنتكلم مع بعض اهو وبناخد تليفوناتنا، بصوا انا بعمل ايه. بعد ما حطيتها في الاسترتش وبلفها ماسكه من الطرفين وبعمل ايه، بتحكم في الطرفين كده وبلف وبضم اكتر، فاهمين؟ عشان خاطر تاخد الشكل بتاعي اهو. واقوم ممكن اربطها من هنا كده، سهله ومش بسيط، مش صعبه يعني، مش هتتعبني في حاجه اهو، عشان ابقى ضمنت ان انا حكمتها واديتني نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من بره، عشان لما نيجي نقطعه ياخد نفس الشكل. ونعمل هنا من الناحيه دي كمان واحده اهو، نربط رابطه من هنا ورابطه من هنا، مفيش اسهل من كده، وشايفين لونه طالع خطير، بس كده تمام. طيب النتيجه بتاعته هتبقى زي ايه؟ زي الحلو الجميل ده. بصوا قبل وبعد اهو. احنا هنعمل ايه بقى عشان التسويه؟ انا عايزه بس ايه، عشان ما اعملش واحد بس وانزله في النار، احنا كمان هناخد واحد تاني. بصوا بقى بعد التسويه هتلاقوه ادى اللون الحلو ده، مش هيبقى نفس الدرجه اللي انتوا شايفينها دي، لا اهو نفرد كده بالشكل ده. يعني انتوا ممكن بعد كده تصنعوا وتبيعوا، ايه رايكم في الفكره دي؟ تصنعوا بيه اي حاجه تقدروا تعملوا منها مشروع، تقدروا تعملوا كمان مشروع من البيت اهو. ولو انتوا عندكم مثلا مشروع في البيت بتعملوا حفلات او حاجه، تقدروا تصنعوا برضو الحاجات دي في البيت وتعملوها، هتبقى موفره ليكوا اكتر. مين معانا؟ يا ام حماده، الو. طيب ارجعوا اتصلوا بينا تاني، في ضغط تليفونات بس فالدنيا ملخبطه. يلا بينا هناخد بقيه كميه. بصوا احنا عملنا ايه، عملنا اتنين، عايزين بقى تعملوها على بعض كده كبيره مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي كده افضل عشان اعرف اتحكم فيها واشكلها وتطلع معايا شكلها متناسق وحلو. تمام، بقوم ضغطها كده لجوه اهو، لما كله بالشكل ده وافردها كده اهو، نلف كده ونبرم لحد ما نخلص الكميه بتاعتي كلها اهو. زي ما قلنا عايزين نحط فلفل اسود، عايزين نحط زيتون، زي ما احنا عايزين. معانا مين على التليفون؟ يا ام حماده. يا صباح الفل. يا صباح الهنا والسعاده، اتفضلي. صباح الخير يا شيف. صباح الهنا حبيبه قلبي. ده ايه الجمال اللي انت عاملاه ده؟ ربنا يخليك، تسلمي يا رب. ايه رايك، عجبك الطريقه؟ جميل جميل والله. حبيبتي ربنا يخليك يا قلبي، يا رب تجربوه يعني. تسلمي لي يا حبيبتي، مش هيمشي منك يا رب. انا طالبه منك طلبين. اتفضلي يا قلبي اموري. تعملي لي البلوبيس. حاضر. وتقولي لي على طريقه اللبن المكثف. بس كده اعمل لك الاثنين، ايه رايك؟ ما اقولكيش اعمل على طول، انفذ. تسلم ايدك. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش مني. تسلم ايدك، منوره قناه هي والله. تسلمي يا حبيبتي، شكرا لذوقك، شكرا ليكي. شكرا يا حبيبتي، مع الف سلامه. طيب خليكم بقى فاكرين كده ان الوصفتين دول معانا ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نحط اهو ورق الفويل ونحكم كويس جدا، الموضوع ده مهم قوي. تمام، يعني انا مش هقطع لحد ما ايه، ما اعمل احكام للقطعه بتاعتي. طب ليه؟ عشان ما يدخلوش اي ميه، انا عايزاه ما يدخلوش اي ميه اهو. الف مرتين كده مثلا واقطع. يلا بينا نقطع كده ونبرم كده ونقفل كويس جدا، اكننا بنعمل فيونكه كده حلوه شيك جميله كده زيكم، وبعدين نقفل كده. تمام، بصوا الاحكام مفيش اي حاجه اهو، توصل لها ميه منه، وما شاء الله شكله كده تحفه والطعم هيعجبكم جدا. تعالوا نسقطه في الحله او نحطه في الحله ونطلع فاصل، بعد الفاصل اوريكم النتيجه ان شاء الله. يلا بينا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين نزلناه في الميه اللي بتغلي، وهنسيبه على الاقل ساعه الا ربع، اقل حاجه ساعه الا ربع، من ساعه الا ربع لساعه، لحد ما نتاكد انه استوى كويس جدا بنطلعه، نسيبه يبرد تماما، وبعد ما يبرد نبدا نقطعه ونخليه نعمله سندوتشات ونعمل حاجات حلوه قوي. بعد الفاصل هنعمل فينو مع بعض، ما تروحوش في اي حته، استنوني.